محطتنا التالية يا سالي رح نناقش فيها موضوع بيعتبر البعض مقياس للنجاح أو مقدار لتحقيق العمل، الإنجاز وأهميته، الرأي بالظروف الراهنة هو موضوع حلقتنا لليوم مع نسور عصام صافية مدربة مهارات حياة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، رمضان كريم عليكم وعلى الجميع. رمضان كريم. رمضان كريم عليك أكيد، ودائما نحن متعودين ضيفتنا دائما حضرتك على المبادرات اللي بتقوموا فيها، وخلينا نحكي عن الإنجاز. دائما مفهوم الإنجاز هو مفهوم متداول هيك عند البعض، ولكن حدا بيشوفه من وجهة نظره، خلينا نحكي عنه بشكل عام من حضرتك، تفضلي. هلأ الإنجاز هو الإكمال والإتمام، فمعناته أنا في عندي بعض الخطوات اللي أنا بدي أقوم فيها لحتى أوصل للإكمال أو الإنجاز. إذا بدنا نعرفه تعريف دقيق أكثر، هو شعور الإنسان بالمكنونات الداخلية والقدرات يلي موجودة عنده لحتى يترك بصمة، وهي البصمة يكون في إلها أثر، وهون نحن بنكون وصلنا للإنجاز يلي رح يوصلنا مجموعة إنجازات للنجاح. تمام. نسور، خلينا نحكي هلأ بالظروف الراهنة، في عالم كتير مكتئبة، عالم وجع بالها شيء بهالدنيا، يعني كيف ممكن تنجز أو تفكر إنه هي بدها تنجز شيء بهي الفترة الحالية؟ شو برأيك؟ شو ممكن تعمل؟ يعني في عالم واصلة للكآبة، فيها مثلا عنا هلأ طلاب التواسع والبكالوريا كمان مكتئبين مقهورين، يعني شو ممكن أنت تساعديهم؟ هلأ الفكرة أول مرحلة نحن بدنا نحدد إنه نحن بالفعل في عنا مشكلة، وثانيا بده يكون في عنا إرادة. هلأ وجود الإرادة أو قوة الإرادة هو خيار أنا بتخذه، يا ترى أنا في عندي إرادة إني أنا أكمل، عندي إرادة إني أنا رح أنجح مهما كانت الظروف، مهما كانت العقبات، مهما كانت الصعوبات، أنا بدي أذللها وبدي أتجاوزها. نصيحتي لإلهم إنه مهما كان في عقبات خليها تكون محفز لإلنا لحتى نحن نوصل لنجاح، نوصل لإنجازات، لمجموعة إنجازات. ما في شيء يوقفنا، لا ممكن تكون الكورونا ولا أي ظروف تانية هي موجودة معنا، وإنما نحن بنقدر نعمل بعض الأعمال يلي رح توصلنا، لو كانت الأعمال صغيرة بس، ولكن رح توصلنا بالنهاية لإنجازات، هي الإنجازات رح توصلنا كمان للنجاح. كيف فينا نستثمر هاي الفترة؟ قلت لك إنه إحنا وقتنا بنحكي تحت الهواء إحنا ما وقفنا، ممكن نكون عن طريق مبادرات. أحد المبادرات اللي نحن ساويناها ممكن تكون مبادرات على الصعيد الشخصي، ممكن تكون مبادرات على الصعيد العام. المبادرات اللي ساويناها على الصعيد الشخصي كانت هي لو كانت صغيرة كتير نحن كنا أي حدا منا ممكن يقدر يعملها. عملنا مثلا صفحة تدعو إلى الإيجابية بوقت كان في كثير من الأشخاص مثل ما قلت تفضلتي عم يشعروا بالملل، عم يشعروا بالأحباط، عم يشعروا بالكآبة. أول خطوة لإلهم إنه هن لو إنجاز صغير إنه هن يدفعوا الكآبة والملل من حياتهم، هذا أكبر إنجاز ممكن هن يقدروا يحققوا بهالمرحلة هي. تمام. يعني مثل ما حكينا سمر انه دائما النجاح ما بيوقف عند شيء، دائما نحن بنسعى للنجاح ولو بانجاز بنبلش بشيء صغير، ومثل ما حكيتي حضرتك نسور في نقطه كثير مهمه نوهتي عليها انه ما بيوقفنا شيء، والدليل انه في عالم ببيوتها عم تحقق انجازات سواء بالموسيقى وسواء باي عمل عم تقدر تستثمر هذا الوقت لتحقيق هذا الانجاز. في شروط معينه للانجاز؟ اكيد في شروط معينه للانجاز. اول شيء، اول شرط من شروط الانجاز اني انا يكون في عندي رساله، وهي الرساله انا كيف بشوف فيها نفسي الان وبعد 5 سنين. خلينا ناخذ مثال عملي وبعدين نكمل شو هي شروط الانجاز. تفضل. حضرتك هلا موجودين نحن بزمن الكورونا او بزمن الازمات، طيب خلينا ندخل انا وياكي بصحتنا مثلا جامعه او دراسه او مثلا اي شيء نحن نطور فيه انفسنا. طيب مين نحن بعد 5 سنين؟ معناتها نحن نفس الاشخاص يلي كنا من قبل 5 سنين، ولكن حاملين شهاده، معنا مطورين من ذاتنا، مطورين من انفسنا، مطورين حتى من قدراتنا. طيب خلينا نرجع من نفس النقطه، نحن قبل 5 سنين وما طورنا من انفسنا ولا حتى اشتغلنا اي شيء، هل يا ترى ممكن انه نحن ننجز بعد 5 سنين؟ حنكون نفس الاشخاص بس ولكن من دون اي انجاز، من دون اي تطوير بشخصيتنا. لو حطينا مقارنة بين الشخصيتين، شخصية استثمرت الواقع اللي نحن موجودين فيه وطورت من نفسها وكانت نفس هي الأشخاص بس مع إنجازات، وأشخاص
عاشوا بنفس الأزمة بنفس التاريخ بنفس الزمان والمكان، ولكن هن ما استثمروا الوقت ما استثمروا أنفسهم حتى صحيح. لحتى يطوروا من إمكاناتهم، فضلوا بنفس النقطة وما انطلقوا منها. فإذا نحن في عنا لازم يكون في عنا رسالة، بعد الرسالة يكون في عنا أهداف، في عندي خطة عمل واضحة، لأنه إذا ما كان في عندي خطة عمل واضحة أنا رح يكون في عندي معوقات للنجاح أو الإنجاز. بكل هدف أنا بنجزه ممكن أعمل مجموعة من الإنجازات أكتبها على ورقة، بعد كل ما حققت إنجاز ولو كان صغير أنا أحط عليه إشارة أني أنا صرت منجزة، لحتى يرتفع عندي تقدير بالذات، تقديري لذاتي وإحساسي بالثقة بالنفس. قديش عدم الثقة بالنفس والخوف والقلق قديش بيأثر على الإنجاز، وقديش هو الفشل، بما أنه مثلا العالم أنا فشلت مرة خلص أنا بدي وقف ما عاد في كمل لأنه أنا فشلت يعني، وبزعل وبكتئب ومدري شو بيصير معي. ليش ما أنه بيعرفوا أنه الفشل هو أول خطوات للنجاح، مو ضروري أنه أول شيء أنت تقرر أنه بدك تعمل هذا الشيء انه فورا يزبط معك، يعني هذا قديش شيء مهم واساسي وهو سر من اسرار النجاح والانجاز. حقيقه ما في شيء بالوجود اسمه فشل، وانما هي مجموعه من الانجازات والمحاولات والتجارب. اديسون وقت اخترع الضوء ما قال انا فشلت 99 مره، وانما قال انا عندي 99 محاوله للنجاح. فكانت حتى اللغه اللي عم يحكي فيها مع ذاته هي لغه ايجابيه، ما كانت لغه سلبيه ليحطم فيها نفسه، او حتى ما التفت ولا للحظه من اللحظات للاشخاص المحبطين اللي كانوا هن موجودين له، وانما كان ينتبه لذاته، ينتبه للكلمات اللي هو عم يتلفظ فيها، ينتبه انه هو عنده رساله وين بده يوصل فيها. صحيح، يعني مثل ما بيقولوا شرف المحاولة يكفي بيقولوا أكيد. وإن شاء الله دائما ما حدا بيفشل، أي حدا بده يعمل أي شيء بحياته إن شاء الله يا رب يتكلل بالنجاح. أزمة الكورونا مثل ما حكينا عنها يعني هي كانت، خلينا نقول في عالم كتير اكتشفت حالة، اكتشفت شغلات بنفسيتها هي ما كانت حاسة فيها، نتيجة لأنه كان في عنا ضغوط اجتماعي قديش نحن بهيدي الفترة الحجر المنزلي قدرنا نكتشف حالنا، الزوجة اكتشفت شغلات بأولادها وبزوجها والعكس، يعني حتى الزوج شاف أولاده شو هنن يعني. تماماً، إذا نحن عم نبحث عن حياة متوازنة فنحن بدنا ننظر لجوانب الحياة كلياتها، يعني نحن بدنا ننظر على الجانب الأسري، على الجانب الذاتي، على الجانب الاجتماعي الصحي وإلى ما هنالك. فنحن بنلاقي إنه بالجانب الأسري رجعنا لشغلات نحن ما كانت موجودة بحياتنا اليومية، هي وجود الأب مثلا مع أولاده، فهلا صار عم يطلع على بعض التفاصيل يلي هي ما كان بيعرفها أو حتى ما كان مطلع عليها. كانت الأم هي المشرفة الإشراف الكامل على الأولاد بهالمرحلة هي. هون بتحسي إنه في إعادة هيكلة للأسرة من جديد، حتى بوجود الرجل مع زوجته بنفس البيت أدى لوجود بعض المشاكل انتبهوا عليها هي ما كانوا حتى مدركين لإلها. هاي المشاكل الصغيرة خليني أسميها خلتهم يعيدوا من تأهيل ذاتهم، من تأهيل أو ترتيب أمورهم لبناء حياة أفضل. وحتى صار بالأسر السورية من عائلتي يعني صار في عنا نشاطات مشتركة بالأسرة ما كنا قبل الكورونا نفكر فيها، بس هلأ كلياتنا صار عنا مثلا ساعات إنه الأب والأم والولاد كلياتنا لازم أصلا نقعد مع بعض هيك بالسهرة، نجتمع ونلعب ألعاب السهرة حتى ضرورية. حتى ألعاب شعبية هي ما كانت موجودة أو حتى انتست مع الأيامات، مثلا تلاقيهم عم يلعبوا مثلا لعبة شعبية لعبة برسيس أو حتى مثلا لعب بالشدة أو حتى ألعاب علمية أو حتى ألعاب تخلي تبني الألفة مع الأسرة مع بعض البعض، يرجعوا يبنوا ألفة مع بعضهم. شاهدني القعدة معهم، شاهدني أقعد معهم مثالي. خلينا نحكي على نسور عن دورة صناع الأمل، أصلا من اسمها هي بتعطي الأمل لكل حدا عم يتابعنا، خلينا نحكي عليها أكثر وكم شخص ضمت يعني، وهي كانت أونلاين وكان عم يشوفها أكثر من 850 شخص، خلينا نحكي أكثر عنها وشو هي ردود الأفعال. الدورة هي كانت لمجموعة من المدربين من الوطن العربي، فكان مشارك فيها مثلا معنا مدربين من اليمن، من السودان، من الإمارات، من الجزائر، من جميع أنحاء الوطن العربي. كان في معنا 15 مدرب كنت أنا من ضمنهم. حبينا نزرع الأمل مثل ما قلتي حضرتك قبل شوي، أنه كان في مرحلة اكتئاب، في مرحلة خوف حتى من الموت،
فنحن كان لازم انه نزرع الامل بنفوس هدول الاشخاص. نعم. عن طريق مجموعه من الدورات، كل حدا مننا بعد عقد اجتماعات اونلاين، شو اتفقنا على المحاور، اتفقنا شو كل واحد شو بده يعطي بهي الدوره. فكانت انا الدوره اللي اعطيتها بدوره صناع الامل هي ضبط اعدادات الذات، وهي الرجوع الى الذات، وانا كيف بدي انطلق بهي المرحله وقفه مع ذاتي. كانت المشاهدات حقيقة على اليوتيوب هي 850 مشاهدة، وفي مشاهدات في بعض الحلقات تكون أكثر حسب التوقيت اللي كان عم ينعرض فيه الحلقة، بتاخذ مشاهدات أكثر. صح. كان كثير قدرنا الحمد لله نحقق أشياء إيجابية من خلالها. كانت ردود الأفعال كتير كتير رائعة، إنه نحن بالفعل قدرنا نعمل بصمة حلوة باللحظات يلي هن ممكن يشعروا فيها باليأس، ممكن يشعروا فيها بالأحباط، قدرنا نعمل شيء إيجابي بهالظروف هي. أكيد متشكرك كتير لوجودك معنا، متشكرك على معلوماتك القيمة وعلى صناعة الأمل، أنت بتعطينا طاقة كتير حلوة وطاقة كتير إيجابية، يعني مع حق أكيد تسمي دورة صناع الأمل. شكرا كتير لوجودك معنا. خليلي ياكي، شكرا كتير لكم، رمضان كريم. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك.